اسمي كريم غازي فيصل، طالب في جامعة تكنولوجية قسم هندسة الحاسبات مرحلة ثالثة. اختصاصي اللي دا أدرس عليه حاليا هو هندسة حاسبات، لكن مجالي اللي دا أشتغل به بالحياة العملية اللي هو الانترنت اوف ثينكس. طبعا بشغلي يوجد الكثير من البرامج والأدوات اللي ممكن نستخدمها حتى توفر لنا الغرض اللي نريده، لكن بصورة عامة واغلب البرامج اللي أنا أشتغل عليها هو برنامج الأردوينو اي دي. هذا البرنامج يوفر لي إمكانية برمجة القطع مثل هذا النوع اللي هذا النود ام سي يو، وكذلك البرنامج الآخر اللي أشتغل عليه اللي هو الفيجوال ستوديو كود. طبعا راح اتكلم بمختصر مفيد عن المجال اللي دا اشتغل به. طبعا وفر لنا هواية حلول تفيدنا بحياتنا اليومية. طبعا احد الامثلة اللي طبقتها بهذا المجال اللي هو عبارة عن ميديكال بريسلت او سوار طبي. هذا السوار يستخدم لقياس دقات القلب، يستخدم لقياس الحرارة وكذلك اخذ العلاج. تطبيق اخر واللي هو اصلا موجود على قناتي على اليوتيوب، روبوت خاص بالجيش. هذا الروبوت ممكن انه يكتشف المكان قبل الدخول، وبالتالي انا ممكن يعني احمي القوات الخاصه بي من اي خطر. اذا الاي او تي يوفر لنا هواي خدمات ممكن نستثمرها. خلال عملي بمجال اي او تي في البدايه كنت انشر التجارب اللي اسويها، تجارب بسيطه على صفحتي على الفيسبوك وكذلك على قناتي على اليوتيوب. شفت الكثير من المهتمين بهذا المجال هم طلبة، لذلك قررت أنه أوصل للطلبة مباشرة من خلال السوشيال ميديا لإقامة هذه الدورات وتوصيلها مجانا إلى الطلبة. نشوف اليوزر اللي نرجعنا اللي هو الإنسان اللي هو راح يكون الإند بوينت طبعا، بس هنا نتوقف أنه راح يكون معلومات. بعد فترة فكرت أنه أسوي فد مختبر حتى أعوض فكرة المختبرات بالجامعات، لذلك سميت المشروع مالته واسم الشركة إلى IoT Lab، Internet of Things Lab، مختبر إنترنت الأشياء. كان الهدف منه هو تعليم هذه الفئة من الطلبة على الأساسيات اللي يحتاجوها حتى يصممون مشاريعهم دون الحاجة إلى المختبرات اللي موجودة أصلاً واللي تقتصر إلها الكثير من الجامعات والكليات. طبعا واجهتني عدد من الصعوبات، او نقول قليل من الصعوبات، لان هي انا اعتبرها مجموعه من التحديات اللي باجتهادك بعملك ممكن ان تعبرها. كنت احتاج الى دعم، وللاسف ما حصل ذاك الدعم من الشركات الكبيره، لذلك بديت انه اشتغل على نفسي، بديت انه احاول اوفر المبلغ المادي اللي احتاجه حتى ادعم نفسي بنفسي. زين، بس اصبر هسه راح يصير الانترنت قوي اوكي وراح اجاوبك. اوكي، طبعا عندي رؤيه جدا كبيره حول مجال الاي او تي، واطمح الى انه هذا المجال يكون له اسم ويكون له مكانته بالمستوى العراقي بالدرجه الاولى والمستوى العربي بالدرجه الثانيه. رسالتي للشباب، اذا كان عندك طموح، اذا كان عندك هدف، ابدا لا تقول انه هذا الشيء صعب. ما دام عندك هدف، ما دام عندك طموح، اقدر تشتغل عليه. خلال فترة معينة راح تحصل نتيجة. خوش حكي احنا نحكي.